عندنا يا معلم. المشكلة اللي بتاع بعد بحب أهبط أهبط الحلة تفضل. ما هو كيف هالسلاح مش اللي كان جيدة. يعطيك حل حل دي ما نشريتها جيدة فهمني يا حل عندك جمعتين تحب تبيعها ما حد يشريها حد تضيق طايحة شنو هذا اللي طلع لك هذا والله هذا بارك جوابي صلي على النبي يا صلي على النبي يا زبي تراني هذا الزبي اسمعني مازال الدبريداج هيك شو اسمعني اسمعني عندك مشكلة في ال عندك حتى مشكلة انت عندك مشكلة في الموتور الكل لازم يظبطه صبيحة باللي جايب ربي واي وعندك ما عندك مشكلة تضيع في الزيت ظهر لي فهمت شنو؟ شبيه الموتور لحظة نفهم الميكانيك خويا اسمعني ما تعلمنيش شنو في السمسار انا سيبني كنت اكس ميكانو جوي باهي خويا ما دخلش راحت السيارة هذه مناك نحب نشريها من عنده ب 40 مليون 40 40 60 سجل سجل هذايا كنت نبيعه فيه في الواحد في السوق 5000 تفرج البوجيه اللي قلت تشتيتها يا ماما تفرج البوجيه يا ولدي هذايا ما حط الدهينه مش هيب رجولك تاخذ 60 فيها الناس 60 صباح الخير الواحد في كل شيء بيحب 200 مليون في ولد 60 برا يا بشعراتك هك انت يا معلم عند خيبين خطوة. عندك عش عصافر فوق راسك ولا شنو الحكايه؟ اذا ركحت يا بريك خيبين شنو يبان؟ خيبين خطلك؟ شعيراته؟ والله الحق تعربي خيبين اي خيبين الحق تعربي ما له منظر قال لي تسأل فيا تحكي بالرسم سكر لك الكبوت ما يتسكرش هذا يا دي عاود ارجع كيما حليته هذه ما يتسكرش يا دي صبك الخير يا معلم باهي هات زوز ملاوي وانت نسكره هات لا سكرته باهي تنسكر تنسكر باهي ولا تسكر ولا ديب هي تعملها ولا هي كاين الخدمه البزبز البزبز كي تولي بزبز خير في راسك تولي تكتب ويجا عاد شوف الجينة من داخل شوف الكوير قول لي زاد مزرح الكوير تراه واني الكوير مزرح زاد تراه لا مزيانة برضو لا من داخل مزيانة شوف الدقة ما عارف كوير سي كوير راه هو ذيك ما لي شريت الكرهبة شوف القهوة غاديك ما لي شريت الكرهبة وهي غاديك مش باهرة الفرشة عادي قلنا سلام اي سلام ولدوم لاباس الله الحمد لله ما انت ولدومي ما انت خيان احنا ولا كيف ولدوم تاني تاع افريقيا وظهر شنو قلت لك ولدومي ذي تقصد بيه وخيان احنا ولا كيفاش قلت امي كيما معلم كيما برو كيما اي حاجه انت وش تحب تقول لك خيان معناتها بخيانة خيان على وجه الله. يا باهي مالها هات خمس ملاون بالله يا اخي. هاك خيان عندك خمس ملاون. والله يا اخوك بطال فهمتني عندي خمس ايام بطال فهمتني ما لقيت باش لا وين نبات لا شيء. انا نظفت الكهرباء انا عملت لافاج للكهرباء هات خمس ملاون. ليه عندي شنو هي توا بديت ننظف قلت لي باهي هات زوز ملاون اي. هات مليون اي. ما فوقيش يا برج ولاية قلبك كاسح انت مريق مش مشكلة يستر عندي 900 ألف فوق تخام كيفاش؟ عندي 900 ألف تخام هات هاي زي مصدر واحد الكلب الصغير ياسر شنايا؟ هاي صغيرة يرحم والديك الله يعينك هاي Thank you.
فما حد في الراديو يا اخي. رجع بس اخويا لاباس. الحمد لله. كحلنز يا هبوطي كحلنز. ادينا هبوطك. شهر ربي اعطيني هبوط. اجيني لحظة حكي بيك. اجيني لحظة حكي بيك. هاي. نجيك ما لما نجيكش. واستنى فيكي. اجيني بالله اجيني لحظة. اسمع. برو. اني اخو حما حما برو. ابدو. ديفيس؟ اني اخو حما كرم قول كبير عاود عاود انت برك قول لك اني اخو حما كرم قول لك نجيب لك الكرم عندي اخو حما كرم باي بيسمعي فما خليت كرم بدي وانا هزيت هلا بشتري قلع في الدسم وعندي كانوا ماي مرة خديها حصير هم دوس كرم مرة خديها مشتري عليها تأثير بكري جسمه باش ينحيلي حاجات كرم في عليها 14 مليون يوم بلوبر انت اللي قاعد تسيس كل ورا وتبع كحلانزي اي ايش انا اطلع معك بعدين انت تبعني انت تبع حمص ايش بدك تعمل انا حمص عارف شو يعني هو ديوانه ديوانه على الرسولين ديوانه قد هبلت ايوه ما حدا عليك واضح اي ذي حاجة اخرى نتلمو فيها اما ما عاش نتابع لحمى لكحلانزي لحدرة ما اخذت من حمى فادي يا ملي يا اصحابك وين برا يا معلم جخر لبيت بيك يا سلام يا معلم مين في الكرمه ذاك ما يتعلم الغراج بس تكر جار لا اتخلق برا ولا معلم ما اشتغل شكون هذا؟ يا ديابو يبحت يبحت هاي شي استعمل لله اشتغل في نوما ممكن ان تساوك انا يا بيستاش يا بيستاش بيستاش شكون؟ بالله نجربها في ديارتك ما عندي شي نجربها اي 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 بالله خل نجربها اطلع بحذايا اطلع بحذايا نجربها لا هذا غني يقوم مفتيح ماشي لبس فرا ايجي متي مفتاح ها ليه ولا ما تنسيش نبعدي تدورهم بال بالسيميرا اللي عندنا عندنا اي شيء كحلان دي خويا اسمعني ما زعما شنو اللي تابعك الزبي خاطر يعجبك شي تا اي 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 تابعك في شنو في الميكانو ولا في مواضيع اخرى ما نعرف يعملوا ها في الميكانو ولا في مواضيع اخرى في ليه في امور اصحاب زعما زعما باش كيجي للميكانو يفرحوا به ملا لغة اصحاب مصر ملا لغة قدام عيني يقول لي فيها هاي ملا رقعة اسمعني اسمعني كحلان انا راني انسان مطلق عندي صغار نخلص في النفقة انت عارفك مطلق ملي عرفتك انت تطلب الفلوس هاي خويا عندي برشا مشاكل ملي طرتني ما عادش عندي وين بات ما عادش عندي وين نخدم نجي الميكانو نبدا ننظف نقول لهم اعطيوني حتى 100 دينار ما يعطيونيش المليونات انا تدي 50 مليون عاد اكثر 50 مليون والله ما عملت لي شيء كحلان زي ما تعرف خاي قداش الدنيا غاليه ولات وقداش صعيب خويا عاوني حتى ب 50 اخرى وطرفوا بيركيت ندبر فيها مراس 50 اخرى ما نجمش تو زيد استنى علي شويه وقت باهي روبيركيتات زيد كي طايشتك 50 انا روبيركيتات ما نسيتش مش عربي روبيركيتات ما باش نعطيك 10 روبيركيتات برا تصرف فيها خويا كانت تنهد وانا غرالين عليك مش لازم لا 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 باهي تانا رجع لك مفتوح نتاعي واحد 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 انت تخطلوا لي اي واش
اوي اوي خلنا نهبط خلنا نهبط طيب يفار لاباس ها فتوح زوك بيه صاحبي الحمد لله شنو الامور والله هاني يا صاحبي كل قلق يا اخي ما عادش مولا المقدو انت نزلت نزلت اه باهي اما دخلت معايا اربع خدامه قاعدين يخدموا نصرفوا هاي يوم جاهم باهي ماشي المشروع عادي شوي شوي ماشي كاس موني والله بطول زوك خاطر واحد في موضوع عايزين تسني فلوس ما كيفاش ايوا واحد للزوك تو باه اسمعني بيع لي طرف ماكله كان عندك شنو بيع لي زوج سندويشات طرف ماكله كان عندك ما سمعتكش بيع لي ماكله كان عندك قداش تحب 10 10 ولا هات هات اسمع هات 15 15 تنعمل لك صوم شوف قداش تنعمل 15 15 به 15 15 ها هم يجيو 4 ملايين و 5 ملايين هم 3 ملايين و 5 ملايين ملاوي ولا مقلوب؟ والله ملاوي بنينة 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 جاوب هاتي وتحب مونستر ولا كوكا؟ مونستر هات مونستر ولا بيبسي كان عندك؟ بيبسي فماش في اتصال يرحم والديك سلبو اسمع طيشني بالله جي سي وكحلان زي جابني وحاش يرجع مرحبا والديك شنو العجله زي من تالي بابا بابا كحلان خنوصل مفتوح للجي سي ونجي حاشي الله يعينك عارف ان شاء الله يجي نهار ترجعني نخدم تعيش تعيش تخاف علي شنو قلت لي يجي يجي الجسي يجي الجسي الله يرحم والديك بارك طيب صاحبي بفضل ان شاء الله نعملو كعبات كان تحب تصطاد انت كلمني وقت تحب نعملو ركشه نمشيو نعملو ركشه في الجبل نعملو كعبات في الجبل نعملو ركشه باهي مريق الله نجي معايا اصحابي ما قلقكش جيب جيب على روح باهي مريق الله مريق دكتور قداش مصابات محلوك 18 وينكم يا الاولاد وينكم موتيريتكم وين واكل فولو بس مص كان يحطه في حرف الحمص ما يضيع له الزبابة بس مص يا حمص نعم عدابك مص مص لك النغبة ولا البزول مص بسولتك بالله قدم شوية يا معلم قدم شوية اه سمعني عنده بزول يقولي شيء الله حويالي اه مرسي على حشيش يا برو واو طويل المساج خصفوش يا Thank you.
قال الميكانو لا وجاي الميكانو لحظة بس اوجي كحلان زي خوش لا جرب لي كحلان مار يا كحلان زي كل برق تغرني روه بالله والله عليه جيت اني تغرت صاحبه تغرني هو مرموز دخله حتى شيء هو فيه اي جات لا انت نشوفوه هذا مكة برا لا يخليها هك فيمي باللي الفيمي بالارات والباراشوك تيلاني عرفتك تنجم تركحو كل شابمونات نفس الباراشوك كل يويت الباراشوك عرفت الفازا نشوف بي فيمي اسمع تحب تزيدو فيمي اغمق برشا هكا غمق على الاخر هك هك شنو اخر؟ الملتالي بدل لي شابونيت والباراشوك يبداو يخرجوا معناتها مش لاصقين في بعض البرني ركب زوز معناتها هاي كزوز شابونيت هاي زوز شابونيت وكالباراشوك معناتها في حاجه دوبل شابمون معناتها هاي هكا هكا وتفهم باراشوك يجي مع هذوما بالضبط فهمت كيفاش؟ واضح نفرحوا به شعباس نفرحوا به نزلت نزلت عساك تكره بس انا كيف الرياح في البريمة خمسات كيفاش هذيك كيفاش 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 الريمة كيفاش كيف هذا ظهر لي ترى يظهر لي هذا ظهر لي هذا البوزوز نعرف ما فهمش فيها هذيك الحالية أكثر من هذا ظهر لي ذاك ولا هذا يظهر لي هذا 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 ما هلي ليلي 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 يا ما كيف الريح البري ما جوك باهي رجله السلام عليكم عم نسمع عم نسيتني سلاش فاسيت كحلان بلاي بدل لي سموك او كنتولا قل له قل كنتولا بلاي سموك اكحل اسود اسود لا 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 مش تاخذ انت الميكانو بالك تعرف تطردني لا لا عادك فتو والله طردني اخوي صبحت بطار ما عندي شيء عبد الرزاق والرزق ما فماش سيبو ارحم والديك خاصي 100 دينار يجيني يجيني باش عندك فاتوره تفرج تفرج يعني اكسح فاتوره ارحم والديك 120 حفر بارينا كنتول هو لا ما عجبني صراحة سامحني في تعب وردوا مور ترى
موب. جرب هاي رقم وديك اعمل تحريك الجريج بس واضح هاي يا برو وي بالله طايشني بانكا بعد فريق اسمعك يا برو اسمعك يا برو اسمعك يا برو اطلع يا برو مريق يا برو بالله وصلني يا برو يا برو ولا لحظة لحظة يا برو لا يا برو تك البرو دو يا حاج جي جي اول يا غالي وصلني وصلني بان ملك كرافتي بطلع صح لا يسمع ها هو مشكون في الراديو كرمان شكون اللي معاك حبايب علي عصام شو اسمه شو اسمه قل له اسمك يا حبايب برقت برقت السلام عليكم باي باي علي عصام لا شيء شيء طول عليك يستر
وينك؟ اه بتاعت من الكرة. هاني لوت، هاني لوت. مين شو فيك؟ بدي هاني لوت. اه شو فيك يا اختي تحرك. شو بدي يصير؟ هو بقول لك هيك. وين عم تروح؟ بنك كالعادة يا اخي، تسحب معك بالبنك. قولي قديش فلوس ما بعرف. لا لا. عندي فلوس كم بقى؟ ثلاثة كم ب 450 و 4 سويتش 120 570 وزوز بوليت بروف 570 و 70 640 شنو هي؟ هو اللي كيتحرك شا زوز بات وماشي زوز مينوت وحبال زوز منوت 680 الباقي تم بعد نجيب لك شكون نبعثه لك للمدينة فهمتني خاطر مش وقت تو واضح اليوم ومشيت وبات من بعد مش تو زوز مشيت وبات زوز بات ومشيت من بعد تي كونتاكتيك شكون واضح قد يجيبه زوما 680 680 اه نمر صباتك اسمعني معلومة نمر الصبات لازم تستعمل هيك تي باز يا اخي ما خلينا نستعملو فيها نمرة واحد من الصبات 680 والمينوت والحبال زوج مينوتات وحبال جا موجودين؟ لا ما الحبال مينوت بركة بعد نجيب لك الحبال هاي كابا مينوت وباقي في الكرة اسمعني هي خربوش هذايا دب واضح بعد هذي الكرابة زي كيفكو
شكون؟ ماكش رمزي لاباس شكون انت؟ فتحي فتحي مفتوح ايش عاشتي بيك؟ باش خاشتي خويا شبيك عليا؟ فتحي ماكش ادمين انت؟ لا لا وحال عينيا خويا بس ما اسمع لا اله الا الله فماش فلوس حاجة هكا خلنا نطفاها الو هاي جماعة نعملوا دور شبيكم عريانين؟ ودي شبيكم عريانين انت تاخذوا هواية يا ولدي ادي انا راني حابط ريشيرشي عند جماعة على ذاك اللبس هكاش ما حد ميطيح وعليه ريشيرشي شامل يا تو قول تكلم بركة من الصباب ادي همشي تقعد باوت او شي فتح يزم بيم زي فورير 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 باهي اهو نخرجوا هاي اطلع افتحوا خي افتحوا خي راني حلت وين تجري زي تجري اطلعي لقد ادي ابقى 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 نجيك قد نمشي فتح تجري اي باهية تجري ساعة قديه 150 40 برا برا افتوه اخوي ايش بي ساعة قديش قديش شدوني جماعة منين البارح ها تسوع فيا ها لو جوع في بالهم انا نخدم انت ماش كنت تخدم انت افتوه تخدم انا بطلت او نخدمش خوي في ليه ليه ما فماش بس بس شكون هذا؟ ماشي فلوس مسخة ولا حاجة؟ تحب تعمل فلوس انت؟ دي انا عندي خيط نربط خيط شنو؟ خيط ننظف لك بيه عندك وين تنظف؟ اي هاي نحب ننظف اي اعطيني المونطون تو نراقب لك مورك ونكلم على قديش خويا تنظف؟ شنو على قديش؟ معناتها نعطيك مثلا نعطيك 10 ملايين قديش تاخذ؟ لا لا انا في المية ناخذ 30 على 100 مليون تاخذ 30 مسخه ولا ما نعرفش على المونطونات الاخرين ليه ليه الناخ وريت انت نعطيك تعطيني 100 مليون مسخه نعطيك 80 نظاف تعطيني 80 نظاف والله به مريك اي وقت والله هي الليله نلم حبابي ونشوف قد ايه عندنا فلوس مسخه ونمدوهم لكل كلنا بصم اي مشيت نلقاها خارج عند شكون ولا شنايا؟ مفتوح راك انت الوحيد اللي حاكي لك ما تصير حاجه ولا هكا راني نشوف فيك انت تو لا يا صاحبي والله يكون عندك ثقه طيب مريق حق حاجه انت لحظه برك باش نسرح في مخي جاني تليفون اسمعني لحظه برك معايا ليه مش باش نحشي هول ولا ليه بالعكس ما نحبش نحشي هول عندي ما عندي شيء افتح خايب رسم يدك تليفون عندك مليون تتبع الظهر لي ايش صار لي خلل الزربي لقيت لي ماكلتي بلا اعطيني حاجه ناكل ونشربها برسم يدك فيس صبور مال حصل القحبه تاع الزبي 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 هنا كوني الزبي ترى من كل نوع تاع ماكله كان عندي 20 اسمع فيك الزبي تزمحت ما لقيت شيء اسمع مدام كنت ضويت اخوي مش بيك ساعه ما اللي فات قلت لك في الراديو عاوني يا ولدي وقت هذاك خاط فيني وقت هذاك خاط فيني نطير في اللشه شكون خاطك يا دي جماعه ما نعرفهم الجمله لابسين كالقلويات يا ولدي اللطف بالله جانج والله جانج يلوجوا على يحب يربطوا خيوط عرفت ما فهمتش عليه يسالوا فيا في بالهم انا في بالهم عندي انا الغسلين ودي انا وصيت ديريت انا شنو نتقابل انا في بقعه بعيده هاي يبدا ركبوا في كرهب في كل مره يجيني بكربه ينجم حتى يسرق كرهبه هاي فهمتني يبدا لابس كربه في ميب كلها ما قدام من التالي نعطيه الفلوس ويمد لي فلوس نظيف ونمشي انا نسرب على روحي وشكون هذا؟ ما نعرف حتى اسمه ما نعرفوش
وين يقابلك فانا زعل ليه كل مره في هذا البقعه هذاك هو ولد حرام بس اسمعني ريت مثلا نبدا تحكي انا وياك الناس بتعدي قدامي تو بالله اما نعرفوش الا ما يعطيني ضربه يعيط لي هسه يقول لي تبعني بس اسمعني خويا انا عندي ولد عمي في الجزائر فهمتني هابط الليله نورمالمون باش يعمل طل قال لي كنت حاب تشوف توصي شي دخان زيري اسانس بديري فهمتني قرب هذا كرباتيه فلاح تحق شيء يعطيك الصحة انا قلت لك تسحق خوك في حاجة كيف نبيك ومرحبا بيك ونعوض ما حتى مزي يا ودي انت تسحق شيء لا انا ما تسحق شيء الخفيف مزينة والله حديد والله جونتا بقد ايه هي جونتا ب 35 35 مليون الزبي حديد بقد ايه هذا حديد جونتا زي ما قلت لك شو ايه لي انا بقد ايه 35 انا شو مدخلني معناتها انا راني ما عندي حتى دخل بالحكي المبيعات هذوما وانا انت خاطر عملت عليا مزيه فهمتني خاطر انا مهمتي نسرق البنوك فهمتني تولي ركع عمر اسمعني وانت رد بالك يا ودي الايام انت ذي فاش رد بالك رد بالك وكهوه باب الباهي عليه بخاطر مش باين فينا الجانج هذوما انا ربي تستر منه لدى حرام ياسر مش مدخلني انا عندك حكايات تقول لي عندي دخل انا بحكايه لا فهمتني تو انت فهمتني دوريت هذه لغه الجزائر ما تجيش بديها الجمله هذه ما جبتها لحد جبتها لك اللي كانت برجلها صحيح اي برجلها حتى نحكي معها رد بالك ايه رد بالك انت تعود اللغه لا خاطر كيما انت اسمعني كيما انت عندك عليه معلومه انا عندي عليك معلومه ريت انا مثلا كي تجيب لي فلوس باهي تجيب لي فلوس ريت حتى كي تقابلني نحكي عادي راه تمشي ترميهم لي في المار ونمشي بعديك انا نثبت والناس راح على روحي كي نجي زاد باش نكلمك ريت تعطيني نمرو ليديل تاعك نمرو صباتك ونبعثهم لك بالبنك تلقى فلوسك عندك والله فهمتني ما فهميش شكوك انا حنا خدمه نظيفه راك مو فاهم والله مريك لا باب الباهي جوست الحاجه باش نتقابلوا فيها انك باش تعطيني قهوه اما الرجوع راك باش تاخذ بالباك باهي تستحق شيء انت اللهم انت ادي توا هز لي خلينا ناخذ تليفون سالف لي مليون يعني 3500 هذاك صح 3500 هاي نيك لي تليفون فهمتني على زاد عريان فهمت ما سبحان الله ودي عاد يشدوني يزمحوني هادي قلقوني البارح نايكين معايا ساعتين في مخي عليه هادي في بالهم انا عندي واحد هادي وانا ونيكم ولا نعرف حتى شيء دخلت جديد في المافي تاع الزبي وحلت به فهمت تاكي ساقون كونت لا باس معلم عندي ما نعمل لك يا معلم فيروز راني واقف الفيروز يعني لي تكي شكون اللي قال فيه تكي بقى خلينا نتكي خليني نتكي ولا ايه؟ ابعد عليه ايش خويا وكان؟ كنت بهم الحاكم ثقة كثير مقبول اي خلينا نتكي اي يا اخي ما خديتش برمي يا ما عندكش برمي يبقى خلينا نتكي بعد خلينا نتكي كيف تهرب بهذه؟ سنسنتوري راسي نجم فرق سكربة لا ودي لا ما تنجمش فوق عليه ودي على خاطر ما عندكش الحق اجي بسر لك ودي الكربة مشتبه فيها ودي الكربة ماش مشتبه فيها زي ما عندكش حق فركتها معك ودي هيك سبيدة رايب مشتبه فيها رايب شن دخلني ويه انا اسمع فيكم ويه يحكي معي ويه حتى نجاوبكم فما حتى مطلع يا ودي نحكي مع العريان بتاق تعريف فضل ايه مدلسي عبد الرزاق بيه كين ياكل برمي؟ برمي ما عنديش ما تعرف عندي برمي ترك سويت اسمعني بالجريب تلقى واحدة معاك وديما نبعث لك فيها كورير مرة هذي والله لا ينباها فيها الحاجة تبعثها ولا مكتش تبعثها ما فهمتش مانيش نبعثها خاطر بكري بعثتها لك زي تو نبعثها لك بالجريب مزمر العصر يرحم والديك اخوي بيه اسمعني ودي وي نستحق فرق سكرب مش فرق سكرب فرق سكرب وخاطر مش لا يا اخوي ممنوع الكهرباء تفرق من فضلك ما تفرق
تخدم بها تخدمش بها انا غرام يا الكراب هذوما غرام هي غرام في بركش دي مشتبه فيها يا ودي مشتبه فيها باش نعديو عام كامل مشتبه فيها الكراب يصيبونا بالله واضح ودي يتعدى ودي يتعدى يا اخي تفركس في الكهرباء يا معلم يا معلم يا معلم تفركس في الكهرباء صلي على النبي مش بالعاني ضربتك مش بالعاني مش بالعاني ضربتك يا ودي ما تعدى على روحك متاع يا ودي ما نحلش الكهرباء ما عندكش علاش تفركس فيها يا معلم يا ودي مشبوه يا ودي ماشي مشبوه ما عندكش الحق تفركسها يا معلم عندك عليا حكايه ما عندكش حق تفركسها اول شوي مشبوه يا اطلع اطلع تقعد يا اطلع تفركس في الماء اللي انت زاده ما سحرقتك هاي ليله والله ليله ورست بيدي كنت سارح اطلع ما في بالك بيا خاطر في مخك ما في شيء ما في شيء هو الماء اسمع ليه ليه انا في مخك افتت فديك وراس خويا بنعيش مع لازوزة فهمت نعيش مع دار جدي قعدت نحكي انا وياه في التليفون تو عندي مساجات جاوبت جيت وقفت غادي قلت ما يكلمك معناها سكرت انا بطبيعه الكهرباء ما فيها شيء معناتها جيت على الفازة معناتها قالوا لي فركسوا فيا فهمت هم ما عندهمش حق هاي برا لحظة بركة لحظة ولبس حوايجك يا ودي راك تاخذ هوايه مش باهير لا عيد عيد ما تخافش لاي يلا معلم ماي بالله خلينا نلبس حوايجتي خرا لي فيه هاي هادي كان مشيت تحشي لك مع الحاكم راه باش نحشيه لك كان هادي انا حاكم تاع الزبد يا اخي حاكم هي مالا هي مالا ما تخاف ما تخاف ما تخاف احنا ليه هادي واش بك ما فهمتنيش هادي بالرسمي راه هما في مخ كرازي فقعوهم لي فهمت هادي سر من الزبد يسالوا يتكلموا داروا بيك الكلاب فهمت رجعني رجعني اللي جيتي خلاص جبت لهم كهرباء دوار مش علام تو بالله ايش بتكرهبه وصلني فورير بالله هاي هاي وقتي تجري مع الفلوس في اقرب وقت ما عندي نمروك تنكلم امري لحظة خلنا نلبس بدري ثبت شكون الجي هذي؟ باهي ها؟ اشخاص انا البارح دخلت واحدة كيف نافيكا في بالي مش تجيني للجراج بالله يا اخي طالع ها؟ بالله وال جرتني بنت الحرام برا فتوح عايش الخاي تربح يرحم والديك وهاكا ما بيناتنا تليفون باهي بريقلو باب البال وهي تجري على المفتاح تجري على المفتاح بار راي على المفتاح راه باهي باهي يا بار
هاي برا هاي والله حليل ضربتك حليل نضربك هكاك في الانترديت انت تسوق معلم وانت طاية يا ولد برا عادي برا عادي باهي تنمشي باهي لا نحب بعدين فريق باهي تنمشي يعني ماشي تاوي بيا بلا بيوم بلا بيوم سلام ما تطلع يا الله 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 هاي شنو حوالك يا جوك باهي عندهم خاطرة كبيرة معلم ما انا باش عندي نلعب بيا بيا عملت متخفي وحيدة لا عرفتك عرفتك وحيد اللي عند البيئة هيك طيب جرة اي ورينا سوينا سوينا شعبك سوينا باي شو نقول لك يا سوينا ما تحشمش ولا تصحك عندي وليد عمتي جاي من الدائر الليلة فهمتني كهو ذكا اصنعت وش يخدم ولد عمك هذا من الجزائر؟ اه وش يخدم عمك هو من الجزائر هذا؟ والله يا يجيب الدخان الجزيري ويبيعه يجيب لسان يجيب كل شيء يعني في النص ما هماش خدمة معاه تحب تولي تخدم معاه والله على قليل اسوق جيب السرعة والله يا تنشوفوا لك يا اخوي والحاكم مش يجيب البطال انت الله يبطلك تشوف خرجوا يباع كل مسمى يا ولا حويل خاطر نجيت في وجه العرف سميته يا ولا حويل يا ولا حويل عثمان عثمان بلي دبرنا حتى هيك السوق شنايا دبر لي بلاصه حتى هيك نشوفوا فهمتي ولا نجيب ونزلوا باهي باهي نحاول ندبر شوي ما حتى انا والله بطال هذاك راه بالديوانه ما عندي بها حتى ميزوع معناتها فهمتني اسمعني تسمع فيا ولا تسمع فيا ولا نسمع فيك بلي لحظه عندي مساج لها في عيني وحلي لحظه بركب احسن عثمان استناني لهنا واعطيني التليفون والراديو علاش فما استناني مش عارف مش فما عندك فلوس تحتك انت خاف رجلي عندك فلوس تحتك ولا عندي 37 فرنك في البنك عندك فلوس في البنك والله لا تفرح شوف لا تفرح والله عندي بالحساب 12 مليون وش بيك؟ كنت دورت الكهرباء ها؟ ها؟ وش بيك مشيت؟ نهزك لونيكور نسكرو شوية من دم نزوز فقارة وبطالة أخوي عندي أنت جيتش مش قولي حاجة طبعا تعرف قدي عندي أنا في البنكة قدي عندي 30 مليون يا بيا شبيك تو كنت تقول لي حاجه دورك براسني كبير فما يا ولدي ما فما شيء سمي عني بيه الباركينج هذاك خليت فيه ترهبت يمشي في الطاقة تاعها يا بيا ارجع هذيك وقول لي تحب يا ولدي ما فما شيء جوك باه يا راهو الفلوس مخبوها من تو الباهي يا راه عندي كل شيء شنو عندي لمسخ عندي لمسخ راني ونظيف
ضيف والله تصبر عليه طريق هاني قلت لك هاني اكشف من بكره نحب نبيع في الباصات والمسابات اظن كان نبيع 200 تم تربح واضح خويا ليك بداتك وتجيك تليفون ها؟ ريق الامورك وتجيك تليفون الليلة مريق لي في بالي فار خويا خلي دقيقة نحب نحكي معاك مساج نطلع كان ما يخلقكش ما طلع شي مشكلة ربي يفضل خويا صديقي خويا بلي عم نعمل دورة خلينا نحكيه وي اسمع ما نكذبش عليك خويا انا جديد في مدينة زي كنت نعيش في طوكيو فهمتني ولا صارت لي مشاكل تحايلوا عليا في فلوس وكل شيء ما نكذبش عليك خويا جيت للمدينة زي والحمد لله ربي انا نعيش وكل شيء برجو ليا نحب نشري كريبة حلوة وانتظار فيك لاباس علي تعاونيش خويا تشري لي كريبة حلوة ولا تعاوني حتى تطرف فلوس لا ديسكور باهي هذا قدي نمر صباتك لا خويا كانت نجم مانيش يعني انا نضغط عليك ولا حاجة كانت نجم قدي نمر صباتك ولدي 72 ربي يفضل خويا العزيز اسمعني شو اسمك انت اسمي صالح صالح شنو لا راني ليك الجو يحلى جو صالح شنو صالح تونس بعتني بطاقه تعريف قول لي كيفاش بالضبط بالله مسك الاف 11 اه مريك جو بيجي جاتك صاحبي صالح تونس اللي جات من فوق باهي سي صالح بطال انت ولا خدام على روحك والله بطل صاحبي نحب نخدم ونعمل طرف فلوس بطل جملة خلاص جملة عندك اكيد شوي شوي مع البزنس واحد عندي على الاخ لسان باهي عندك اسمعني لو كنت في مدن اخرين مريق فهمت من المدينة ذي جيت فيها فهمت باهي اسمعني سي صالح وي انا كان تقف معي راجل نقف معك راجل والله نمشي معك راجل اللي تستحقه يجيك ليديك فهمت يا ربي فضلك ونحسبك واحد من ولادي فهمتني ربي يفضلك خويا العزيز اما باش نجربك فما شي فيها في الدنيا ذي في حق والزلقه تفرق نعرف نعرف مريق له بليت عني شويه ماكله وما عملش مزي لحظه برك انت طلعت رقعه بالكدين هاي قداش نمرو سباتك يدي خبزه وما كعبه خبزه كعبه ما خاطر بالرسمي مش نبوه ولا هزني للشط ونشري على روحي يا ربي فاضل شنو ما عندكش مع الدعابة ليه عندي مع الدعابة صاحبي وفضلك كيما تحب ما تقلقش شيش تقول لي طيح لي في قدري واحد راني عمري 45 سنة يا انا ما عنديش وسع بير تطيح لي في قدر خويت صاحبي ربي يستر قدر اهم حاجة راهو في المدينة الطبيعة خويا الدنيا ذي لازم الراجل يعيش بقدره ولا ما يعيش صاحبي باهي اعطيني نمرة تليفونك والله ما نعرفش قديش نمرة تليفوني خاطر مازلت ما خديتش تليفون كما قلت لك جديد كل شيء مازلت تاخذ تليفون خاطر بتعرف يعني باش نوصل للشوب تو نشري تليفون ونعمل الجو كل وطن نجيك باهي صالح مال رجل امورك ولوج عليه في المدينة اسمي فتح مالك كيفاش باش خدمني انت سي فتح والله يا تنقول لك لوج عليه وتنحكي تو تك تك نمشي نشري ونرجع خدم تفهم بشوي بشوي اسمعني بالله واخر شوية لا يسمعونا شكون انا فاس انتي تخدم في حاجات مريقلة ولا حاجات كيفاش اسمعني ولدي انا الاسئلة برشا ما نحبهمش قلت لك تحب تخدم تنخدمك نجربك في حاجات خفيف كان عجبتني فهمتني كنت قلت لك فهمت ولي بالثقة والقدر فهمتني والله يا صاحبي راني مريقل على الاخر جو جربني حتى من تو انا تحت تنجربوا هاني قلت لك تنعاودوا نتقابلوا ونجرب جوك به مريق
على اللوكال. اوه هلا عينيك انت. هاي شنو المشكل؟ مريق للبال. خبز ايه والله جبتكم ونسيتكم انا تحب على الخبز. يمشي شوية خبز برك هشد هاي او كعبة مليبة من الخبز عايش وخايف غير مزيف. معلم التفقيس وين يتباهي راه برا فجر شوني وي كوسنيش الفوريره يشني التكحيف هذا في المدينه وصل لي خبز واحد يفتوه يفتوه اجى نوصل اجى طلع اجى طلع معي اجى نوصلو بلا وصلو الفوريره اي يطلع معي انت زيد فات منكم شي حما شراب لا لحظه في خنش بالكهرباء الاخرى في ما برجوليه في ياسر بوفرضوح تبيعها هذايا ايه يا ودي تاخذ فاميه ناو بيبي ابعد 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 عليه عليه شفت حما شراب ما شفتوش نعرفو شفتو وين هاني انا حما شراب شفتو هاي ياك فلينيكون هاي ما توصلوش هاي يطلع اطلع اطلع بارا اطلع فتوح اطلع اسمعني بالرسمي خاطر انا مش كيفيه مش حتى اموري الفلوس فما بالرسمي ولا ودي قلت لك عاد نلم اصحابي من بعد ونشوف لك الامور ونكلم كناتريه انت وما لا لا بطال انا ما كنت عارفني كنت نخدم في الميكانو ملفتوه عفتوه هاي واحد لازم يخدم خدمتين راه فتوح خايف والله خويا في بالي لو حي فتح ذاي في بنت نمس تعرفه خوي شنو مشكلتك انت اختي تلوج على كناطرية تي ليه لا لوج على شنو كبير حاجتك بكناطرية هدي لوج على فلوس نحب نبعثهم لفلين فولاني قد لهم لي مش نجم ناخذ انا برسنتاج خاطر تعبت من فولين نحب ندور فلوس اخرى فهمتني حتى تربط خيوط ليه هدي ريت انا نحب شنو هو بزنس فلوس ندخل في الامور هذيك بالفلوس اكهو لا تدخل تبي فيه قتل لا تدخل نمي في هذا شيء انا ندخل ريت نوصل لك المعلومه نبيع لك امور تصير كذا نفرح بيك تسمع في عندك قطعه تحب تبيعها موجود شكون يشري نفرح بيك تقول هزك لي فهمت ولا تعطيني بيع حالك وجيب فلوسك وناخو انا برسنتاج تاعي ايه فيك اي سمسار في حكايه سمسار انت ايه سمسار تحق حاجه تدفع بها على روحك ولا ايه عندي وما عنديش مازال عندك الحاجه اللي تيح لي في يدي نبيح فهمت فهمت انت من نوع تحب الفلوس برشا لا مش نحب النوع اللي يحب الفلوس برشا ما كان نوع اللي نحب نخدم تسمع فيا خدام وتشت ميكانيك في نفس الوقت اللي خاطني شي ميكانيك لازم ما تنجمش انت ما ريتك تاخذ قطعه تاع ميه لازمك تربح فيها من الاخر لازمك تربح باهي فهمت 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 قديت بيعها الكهرباء هذي كرهب كان ليه ليه هذي كرهب يوم بيعها بالجملة كرهب ما تسمسرش في الكرهب لا بيبي فهمت خاطر انا نسمسر في الكرهب اي فقديت سمسر والله ياك نربح كل 10 ملاون 20 ملوان فهمت اي عندي اوترون سيس انا ريت نيك في الراس قديت حب تبيعها طالب فيها 100 مفاولة هي باي باهي تنشوف لك بيعها باهي ها؟ تنشوف فيها بيعها باهي او عندي نمروك الحمد لله عندي نمروك تن بالتليفون اغيبلو الامور
ولا اسمع 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 عندي اترون عندي اترون ليه الاترون تمنايكا مش مطلوبة اترون سيس اسمعني عندي اترون سيس زلات زلات اي ماخذها جديدة ماشي ابجريد اي قديتها بدي بيها دبر ريبيع بيعت على 50-45 هكاك باهي تنشوف لك بيع بيها بريغراش خو فيها شيء مبدل لك هيك كما هي مبدل فيها شيء هذه كما هي دي عباره كله رايه هابطه من الدار ومستحق ملاب فلوس باهي مريم بس فتوح مول التصمصير كله مثلا فيها راي موتور قوي شويه اي لا لا ارحم والديك اسمع عيش تزني الفورييز بالله ريت تفتوح يا اخوي متى بيك ما تحكي لي انا لا نعرفك وانت لا تعرفني فهمتهاش ما نجيبوش بوات لبعض واضح واضح جوك به لا تعرفني لا نعرف لا نعرف يعطيك الساعة ديما نتقابلوا في الكربة في اي مكان هذي حد ما يعرفنا واضح خويا والامور ترس عجبني انت كيفاش تخدم باهي خدمتك باهي هاي باب الباهي يخرج عزتكم شبيك الفورير بقيت بالليك كانت رجعني الجسيت عم جيبني هون بالليك نجم تعمل علي انا جاية هاي هاي جا ديسكورد انا جاي ايه كيف كثير مجنون باهي يعني لهلا برك ليه بقى على السيرفر باليمين ها شفت على السيرفر في فيلم الرجب في البي سي في الديسكورد تصوير السيرفر هذه كلها باليمين هون في بارامتر السيرفر باه بارامتر السيرفر هاي فما اللوجز غادي بينت لك اللوج السيرفر اللوج السيرفر لا انت علاش على الفل عملها تفاتة ليه مش هتقول لي عملت سيرتكات على نخل روحي ما حطيته وايت ليستر وبقريك ايش اسمه نخاها محطوط مونبر شكون شكون يحط بدل في الروليت لا نجمش نشوف لا اللي كان بوب نجم يشوفها يمكن كان بوب كان الاونر هو مش بوب على الاونر زبس مريك الله يخليك خيرك مليك عشان نشوف بوب ولا شكون منتج في جي سي في جي سي وبعد رجعني لكوريا خلينا نخرج الكهرباء من غادي خاطر بقيت لكوريا نخرج الكهرباء من غادي ونعاود نرجع عليه ملي عرفت شو اسمك شبيه هكا الكوريا شبيه هكا جي سي يسيبهم كهرباء حد الراحة سيبهم مريك سيبوه هيك يا بوب يا بوب وين برا تشوفها منك اللوج برا ما نجمش نشوفهم انا مش عارف كل هاد مين انا رجع كنت نحكي ليه ليه شوف شكون قاعد يبدل في الروليات يا بوب فما بيتنا حتى الوايت ليست مش علي انا اي فما بيتنا حتى الوايت ليست ما برش عبيت حتى الوايت ليست تدخل اللوج تاع التربيع مش هيك اللي شوف كل حاجه كنت نجم نشوفها ما نجمش ما نجمش بينجم والله لا نجم هاو دخلت ما نجمش والله عندك ادمنستراسيون في السيرفر هذا مش هاي 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 ديسكورد هاي ديسكورد انا نشوف اللوجز لا انا نشوف اللوجز بريك عندك ادمنستراسيون في السيرفر هذا مش نجم تشوف لا
ما دهلت لوش اللوغز يا بريق بوك تاو كان يرفع اخي كرونا اخوك لا سنكور مش في بالك ازاي والله ما في بالي صدق والله اليوم صبيح بوب قال يا رسول الله في بالي جنبي مش حكيت يا ابو عياض ولا شنو ياخد علي سليح في الميكانو في اللوجو في راهينا احنا ما قالولناش لي جرين تايم مزيد ولا في ولا فهم مش جرين تايم ما تعرفش احكي لي الاخر فيني قال لي شد عليه سلاح من ديالي اخي دار دغر آه. هي هالحكاية والله يا صحيحة عندي شقال شقال لك هي بقى. ابو عياض واحد كيفاه جاي من تالي فهمت اما هما في الزوز في يدهم سكيكا معناتها فهمت دونك نورمال ما صحيح مو صاحب هو ذاك خاف على حياته ولا ما عرفش شنيا صاحبه ضيع الوقت هي عصبة ليها كهو سلم عليه يا جامع سلم عليه يا وجي واحد وسلم عليه انت يا شاب تسيجي كرافة من هذا البزوز ودي لا لا معرفنيش فتحي يا ها فتحي مريد شبه في مياه شنا يا معارضها معارض السيارات يا أنا بشبيع فمشي من كونتاكتيك قدي الباسات هاتي خليني المبروك خليني ميتي ما اليوم شي بيها كلها بقريد والله بش فلوس والله ما فوقش تليفون يا كرماني تان كونتاكتيك أنا دو منش في تليفون مريد الله وي مش عملت انا موعد خالد دبرنا اخي خدمه وي ماني قلت لك في الليل تك يجي يحكي معك
خلاص مين تكلمني حتى نسوق الكاميون مريقة مريقة بديت نفرح شوية هنا تنرجع لكم والله يا بشبي حمس انا بلاش فلوس 200 مليون والله والله ما سمعت قلت لك 200 مليون انت ما بلاش فلوس انا قولها بجري هنا ورا فلوس
واه يبرو يبرو اه شتام كيف نعم للبيع الكلابة هذا تسليم قد ايه 60 اه 60 قد ايه 60 60 60 اه ليه اه اسمع وي ايش عامل فك الجيجيات لبيت والله لبيت الحمد لله ايه ما تنسانيش عاد محايد فريخ باي باي جوك باي اسمعني عاشت الدجاجة جيت في وقت مش فوقي طب يا اخي مش طاقة جيت في المال يا معلم يا بلعان ليه 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 جيت خنفين معاه خنطل معاه ولي فاش من الفهم يا مار معناه ما تمنيش جاي جيت نجوز تحضر لي جيز هاتا نحضر لك ونجيب لك للمرك ايه واضح ايجان ايجان كاشي هولي
واي يا قام واي وين؟ هاي جيك ولا ليه مجاني حد؟ شنو الكلب اللي ترفعت؟ بترونتيس تياكا تياكا يعطيني حتى يكرر تي كلام نحن نعطيك واحدة مزيانة مريك والزب شنية هذي يا معلم كيفاش حتى باش تخرجش هات هاي اوي 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 هيليني كان بتاع الحاجة لا لا هيليني هيليني شو وقفني الحاكم تو هذي بها الزب بشكل فولي كرار هبت لي حاجة هبت لك حاجة حاجة معتقدة هاي برا عندك حاجة أخرى ولا كيف كملت هذيك في الجبل هبت لي رام 2500 ليش نحن بسرعة فكرة بعدين مش موجودة خلاص نوريها لك كم كلب ما ولا بل بل رفيس اما باش نقول لك ما في زبي سيد زبي هبت لي هذاك هات هذي باهي يرحم والديك خطر قوية فمشي
معل مريتش كرماني ليش حاسس حاسس بيه بلي يقول كلمه كلم شكون لا لا شكون نقول قول له فتح انت عم فتحي شو بيه ذا يطلع بعد ذا عم فتحي عم فتحي الحجام الحجام يا هبت اي حجام الكوك بتشرفوا عم فتحي الحجام بيك اكثر يا هبت عايش فوق يا كيف يا فهمت كلبة يبيع كيف لا والله ما فهم معي شريش كلبة لا لا يا حمو ولدي كرهبتك عم تفتحي كرهبتي هذي فوق الديوان ولا طيار باهي عجبتك ولا هاي يوم ما يهزش بالخناقة ربي انت بعث لي مسلسل نقول له عن فتحي يلوج عليه خاطر ولا مهز عليه هو شنو الجو كان في صاحبي لباس والله ها شو عامل في الدنيا في الحياة ماشي اليونيكورن والله ها وين وبيه شكون ربحها الكره بالماي فات ربحها اسقط انسان في المدينة شكون اسقط انسان وزير الصحة والله اسقط انسان في المدينة عليه البيض ها تاريخي شوي تعرفوا غادي في الفاشه دي ما فرخي تعرفوا بالبونو مطيش في الايطالي يتكلم في الراديو اي والله حمايك والله زيد نكلم مع الكرمان عادي بيه بيه في كراب وقال يا ريت وانا يا ريت أبارا مو سيطر أبارا مو سيطر شنية؟ أبارا مو سيطر مطلنية مطلنية اي خطر ديجا بقيت أتكلم أجعل والا مريك راي ايش تعمل لا تصور في الكهرباء لا ولا لا نعمل في سيلفي بالله نعمل سيلفي معاك الله يخليك تنطع فيسبوك لا اجا العكس اجا جنب لو علمات هكا جاوك باهي هذا هبط على فيسبوك مريض مريض شوفوا شكون دايخ بالله لا في بالي كانوا يتعاركوا غاديك بالبوني هو ما تشوفش تاول لنا هكا لا لنا ميت قاعد نشوف في شيء مريق هبط على الفيسبوك هي نحل في الفيسبوك لا هي هاوك دايخ هاوك دايخ هاوك هاو صاحبو جابو هاو هاو جابو صاحبو هو ينقز هاو ملا وحي تخيل شوف هذي انا قابل بلا أنا هبطت على الفيسبوك سيبان
حطويت ولا على الفيسبوك؟ فيسبوك فيسبوك. خلنا نشوف. وينو كرماني من الطاولة جاي؟ سيفر كرماني سيفر. سيفر. يا مان سي بون زملي انا زملي طفت حالة سي بون زملي شبيك روحت بلاش فلوس مسكين ملقيتش زملي عليها تلقاه ملقيتش حالة شنو تلقاه ملقيتش حالة والله ما عرفش عليك والله والله حتى ذاك اش يعشق فلوس لو حي زي يا معلم كي ذرك يفيق فيه ويعمل في الفاتورة ويعملهم من الفلوس فموش فيه يرتيح لبيز وفاتورة فلوس يا الروز ما بانك يا الروز ايه لباس ها لباس الحمد لله اوي 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 تهبوا المنطقة العادمة قولنا نحيي لك انسان كسوليقة اللي بس هكي فهمك هذيك بعد جح يعني في الجي سي ها عنا جموع اخويا مش نفرحوا بهم زبرا عامل كلهم لبسينا في الخضراوي زبي معد نوسيخ خضرا معد نوسيخ لابس معد نوسيخ حبك تعمل نوسيخ بلقرنيتا وتحكي معد نوسيخ معد نوسيخ نبت تعمل السلام عليكم وبعدها منا مستقبلها لنا يا زيد السلام عليكم يا نور السلام ما يقلع يا صمت يا شبيك كنت فيكم اكبر مع بنوس اكبر شنو اكبر مع بنوس اني ما اكبر مع بنوس انا قدام اكبر لغة زبي فيه مع بنوس شامك فيه شامك فيه تعال نقالك فيه مع بنوس يا ودي الوليد ما تكرزوش يا ما تكرزوش سمعت الكل يعيطلكم مع بنوس برا برا الوليد برا يا اخي قلت لكم مع بنوس يا مش لازم نحكي واي باب سامح هاي بوش الغومة هاي جاني معي فما حاجة سبينات عن عند رسمية ما خلنسي يا جماعة هاي شي جمال ويز نعمل الدورة بالكرابي أجيب يا ودي ما تجيب همس ما تخافش تشبيك يا معلم أعطي ماشي معنا برا برا الولاد دازو كراب وحاوس نشري يا رديوز حل حل معلم يتو مش كرابتك يا ودي كرهبتي نايك وسيبها انت مسير عندي عندي كراب بيجي ناس مشيب كرابتي ولا جيهك انا رب ورم نعم رب ورم بابش حوكي بينا 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 حوكي بينا
ايش معناتها؟ نعرفش. زيدني زيدني واحد اخر. تي عاد 100 كيتار خصلك. ايه انا غالب تو. برا برا جري تعاون. جري يا ديش معانا خلو راجل. ابعد يا لحظة. برا يا ودي برا برا تعال نجي هنا اتصال بالراديو. برا عاد لولي تعال نجي. الله يرحمه والديك. اي جا تعال تاخر كهرباء. اي جا تعال نجيب كهرباء. اي فاهم موتور نجي على موتور. فاهم ترجعنا ما تخافش. اطلع اي الري قعدت نهز الكاتريال تاعي وكا يا اطلع ما تخي عجبكش من لا حجر هذا اي ذوق باهي شبيها طول الله ماني كو عليك حبوا يحمد روحكم كونا مدام هذاك بتاع جي سي قلكم مع بنوس انت قلت مع الناس لا قبل ما نجي انا سمعت واحد ذاك اللي كله بالمور واحد قالكم مع بنوس تي عليه وزني امور يا ودي جيست خاطر يحبوا ياخذوا البلاصه هكا عليه حاب يفكوا فما بلاصه حاب يفكوا نحب ناخذ البلاصات حوم انتم معناتها اي بس ما حبوا ياخذوا الزونه كم تاع 142 340 حبوا ياخذوا حبوا نيكو هالكم معناتها اي هي ماهيش تاع حد تاع واحد تمشي وفاخذوها انتم يعني باش تتعاركوا عليها واحد وكذا اي باه باه ما قلنا احنا نفكوها ومن بعد ما عادش نظهروا غادي باش هم يتمشي ياخذوها من فهمتك والله انا شو بنقول لك انا ما نكذبش عليك معناتها تفك ما تفكش تنيك ما تنيكش ماهيش اموري الله يكون اسمعني بالله لحظه يقفلنا على جنب معايا خاطر صوت الموتور ما يخلينيش نسمع باش نقصلك لحظه فما بلاصه لهنا لو جا عليها لحظه بركه باش نقصلك عرفتم كديار هذا باش نحكيو اللوطه غادي في التكيلة هاي هي باش نقصلك هي رجع التكيلة تنحكي في وسط التكيلة ايوا رحمان هذي ديك ما عليه سكريتي وبر باطل كلموا فيها في الراديو بالله